الإبداع الثقافي بطاقات هائلة متنوعة من مختلف التخصصات والمناطق يعرض هنا في أروقة منتدى الاقتصاد الثقافي، ليفتح الآفاق بما تمليه رهانات اليوم بوسائل متطورة وتكنولوجيات تتطلب المواكبة والتحديث. احنا فهمنا حاجة، جزيري احنا بلاد كبيرة وعظمى، لقنا الكونفور والميتيبلكس هو شيء خصنا الناس اللي فامي كيجوا عندهم وين ستاسيونيو، عندهم وين ياكلوا، عندهم وين يشرب، عندها لا سيكوريتي وكيدخل عندها لو كونفور. الحمد لله شو رانا هنايا الا قلنا الكونفور اصون اوني با اوبليجي باش نمشيو لترونجي. المواطن يعود في مستوى دولي والعائلات لازم كونفور، لازم الامن كذلك. الانسان يروح لقاعه سينما ظلمه في امن، في امان سيكوريتي توتال، وهذا شيء مهم. ومام البوزيسيونمون الا كنكونوا في نوطور يقد ما يكونش اوبليجي في السونتر فيل، اللي يكون برا ويكون كاين لا ريستوراسيون والناس تبغي تاكل وتحوس وتقرا. خاطر السينما سي ان سبيكتاكل. هذه منصه رقميه الكترونيه طورتها الوكاله الجزائريه للاشعاع الثقافي، طبعا تحت اشراف وزاره الثقافه والفنون. هي تماشيا مع سياسه الرقمنه التي تتبناها الدوله ومواكبه للتكنولوجيات الجديده. الآن بإمكان الزبون أينما كان أن يقتني لوحة أو تحفة فنية إلكترونيا عن طريق هذا الموقع. مثلا هنا يعطينا كل المستجدات في مجال الفن، كل ما يكون معرض جديد، كل ما يكون إصدار جديد، هناك مسح إلكتروني سهل جدا يقدر يطلع على آخر المستجدات. تشجيع المنتوج الثقافي وتطويره لدفع الاقتصاد يأتي بفتح الأبواب أمام الاستثمار الخاص في هذا المجال. الثقافة عندها بعد اقتصادي اليوم عالمي وتدخل ملايير لبعض الدول، فهمتني؟ ماش تستهلك فقط، فهمت؟ لازم المثقف طبعا يحافظ على الجانب الثقافي والرقي إلى آخره والمستوى، وكذلك يفيد نفسه ويفيد المجتمع نتاعه ويفيد بلده. وبدافع التنويع الاقتصادي استثمار حقيقي في مجال لطالما كان ولا يزال ركنا اقتصاديا هاما في العالم. الثقافة مفتاح المستقبل اقتصاديا واجتماعيا.